آثار الموسيقار خالد محمد علي سليمان شقيق الفنانة أنغام، حالة كبيرة من الجدل في الآونة الأخيرة، وذلك عقب أن كتب منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف من خلاله مدى تضرره من عائلته واتهمهم بقتل شقيقته غنوة. كتب الموسيقار خالد محمد علي سليمان في منشوره: أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا بحجة أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟ واستكمل الموسيقار قائلا: أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس في أسوأ للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا أختي غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين ابنها بالبطيء، ده أنتوا عالم كفرة. واختتم خالد منشوره قائلا: لو ضاع مستقبلي برضه مش هسكت، تحبسوني مش هسكت، مش هسكت إلا لما تقتلوني، لآخر نفس أنا مش هسكت، غالب ومغلوب، هكشف للناس مين السبب في دخول عماد الدين علي سليمان الشهير بعماد عبد الحليم عمي مستشفى أبو العزايم الشهيرة بعزل وتعذيب الحالات والمرضى لمدة شهرين، وليه عماد عبد الحليم رسم قبره على ورقة مقطوعة قبل وفاته بأسبوع. أنا قريب هقول تفاصيل خطيرة جدا. يذكر أن غنوة هي أخت غير شقيقة للفنانة أنغام، والتي فقدت حياتها في عام 2018 على عمر ناهز 30 عام إثر تعرضها لحادث في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة. وفي سياق آخر علق خالد محمود علي سليمان على الجدل المثار بين الجمهور حول من يستحق لقب صوت مصر، أنغام شقيقته أم الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث قال خالد: لقب صوت مصر ده ما ظهرش غير على أنغام، ولما أعادوا إنتاج النشيد الوطني أنغام هي اللي غنته، لأنها الوحيدة الجديرة إنها تكون صوت مصر، وعمر ما تقال صوت مصر على حد غير أنغام.